يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. وجبة مخاليف وحشيات الوازيات البارحة ما منزلين لأنه أبو حيدر كان عنده أربعة فما يسون يجيبون يجيني. كمل العدد كملهن صارن تسعة، بيهن نفيتين والبقية في حلة وبيهن صغار يمكن اثنين أو ثلاثة. المهم طيور تفليش ما راح أعلق عليهن، أنت اسمع وشوف. عندنا رقم واحد صغير بالعمر، واحد من الصغار هذا شوفه. رقم اثنين ما بين بالتصوير، قضاها جوا نازل هالقد ما يخاف من الموبايل، بس هو جوا يعني هنا بالقاعية ومشتغل فول. هذا الطير شوفوه، طير خشن كلش حلو مخلف مكمل، ما بي ولا ريشة ملحة، يمكن بي واحدة لو ما بي. هذا رقم ثلاثة كبير يعني هم مخلف مكمل. رقم أربعة عملاق، رقم أربعة خشن كلش، ديله نصه مدرجة، طير تفليش ما شاء الله، فتح حنجرة كبيرة النانة. رقم أربعة. رقم خمسة برواز، حدية فول. هنا ذني الصغار، هسا عندنا رقم واحد صغير ورقم خمسة هم صغير، بس هذا برواز يريد يبروز. هذا وسطاني طبعا، هو مو خشن، وسطاني طير باعو أملح. هذا رقم ستة هم صغير، هم طير نار قوي كلش، هم برواز. هنا ذني صغار شوية سهلات بالقراية. رقم ستة. هسا عندنا رقم واحد وخمسة وستة ذني صغار مال الوجبة. رقم سبعة نثية، بس نثية حنجرة عالمية هسا راح تسمعوها، طيرة تفليش قوية كلش. رقم سبعة، رقم سبعة ورقم تسعة نثاية، هاي شوفوها هم طيرة صغيرة هي بالعمر. هذا رقم ثمانية، الطير تقريبا مكمل فوق المنقار مالته واقع ريش، هسا تسمعون بي حنجرة مميزة كلش. ورقم تسعة اللي قلت لكم عليها نثية، بس هذا ابو الماي ارو قطع التصوير مالتها، بس هي حكت ثلاث لسانات لو لسانين فالشي يخبل، بس سمعك بس يعجبك تسمعها. هاي الطيور هسا راح ينزل المقطع مالتها. تحياتنا.